بصراحة أنا حابب أحكي معك بموضوع. أنا كنت أفكر أعرض عليك الزواج وعم استنى الفرصة لحتى اقول لك، بس مو بهالطريقة اللي صارت، بس اضطريت احكي. مع انه فاجأتني. وانا تفاجأت لما شفت علي ضاج، ما عرفت شو ساوي، والحكي طلع فجأة بدون ارادتي، ولو انه المكان ما كان مناسب، بس هذا اللي صار. طيب قل لي، ليش بدك تتزوجني؟ لأني حبيتك كثير. عن جد حبيتني؟ بحبك. بس قصص الحب والعشق نحن كبرنا عليها، يعني بعمرنا نحن مو حلوة. ليش بقى؟ مو مشان شي، بس مو حلوة. اللي بيعيش بلا حب حياته فاضية ما بتسوى شي. اللي بيفائل الإنسان بالحياة هو الحب. برأيك أنا غلطان بهالحكي؟ ما بعرف، إذا أخذت حياتي كمثال كلامك مو غلط بنوب. حتى حياتي أنا بتدل على هالشي نفسه. وأصلا كيف ما طلعت ومع مين ما حكيت، بشوف هاي الحقيقة. قديش في ناس حوالينا تعيسين بالحياة، انتبهتي لهالشي؟ أنا من كثر التعاسة اللي عايشتها ماني قدراني أرفع راسي لانتبه على غيري. هذا هو قصدي، من كثر الهموم الكبيرة ما عم نفتح مجال للحب، ومن شان هيك اللي بعمرنا نحنا بيقولوا ما بيصير، وكبرنا على هالشي. بس أنا بقول العشق ما بيعيش إلا بالقلوب اللي عانت كتير بحياتها، وهلأ أجا وقته. انت شو رايك؟ رح تقدري تحبيني كمان؟ وابنك شو قصته؟ توفى. وهديك الست اللي بالقصر مرتك شي؟ كانت مرتي، ووقت توفى حسن طلقنا فورا. وبعدين؟ ما في بعدين. أنا صرت صياد وهي مكسورة. رح تقبلي تتزوجيني؟